لما بترسم البسمة على وش طفل بتصير الدنيا بتضحك بوجهك. شاركنا بمسابقة أمواج فرح مع جامعتنا لنحاول نغير شيء بمجتمعنا. الأولاد هن أغلى كنز، مشان هيك قررنا نعمل لهم شيء وسمينا المشروع يونغ تشامبيونز. يونغ تشامبيونز أعطتنا الفرصة نبرز موهبنا ونبين حالنا. حبينا ندعم الرياضة وركزنا بالتحديد على الفوتبول، فاخترنا مناطق مختلفة شعبية بطرابلس مثل القبة وظهر المغر والتبانة وعرضنا عليهم الفكرة وكثير حبوا الفكرة وشاركوا فيها. عجبني بهالمشروع انه جمع المنطقتين اللي هن ظهر المغر وباب التبانة بالفوتبول، وان شاء الله نقدم مستوى حلو كثير. نحن هذا المشروع اللي عملناه مع إنجاز، طلعنا من قصة الحرب وانبسطنا مع بعض. بما أنه طرابلس كانت عم تعاني من الأوضاع الأمنية بخصوص بالمناطق اللي اخترناها، إنجاز ويان تشامبيونز نجحوا أنه يدخلوا الفرح لقلوب الأولاد. يا رب دايما في أمواج فرح وإنجاز نلعب ونتسلى.